تيك تيك اتلانتيك المانيفيك. يا مغرب شحال نبغيك. ونحمق عليك ونموت عليك. اهلا وسهلا ومرحبا، تحية لكم في هذا النهار، هذا في هذه الليلة. صافي لونتون ما سهرناش، اليوم سامدي، سامدي اي سامودي. وما تبكيش وما تبكيش، ما تمشيش وما توليش، يا جزائر مبروك عليك، رابطوش رجع ليك. ما تبكيش وما تحزنيش، والقرار ما توليش، يا جزائر مبروك عليك، راه بنبطوش راه رجع ليك. بطوش عايش في الفشوج، وش نريحة عايش بليكوش، بنبطوش عايش في الفشوج، وش نريحة عايش بليكوش. كنتو تحلموا بالمماليك، وبطوش ولا عندكم مليك، ما يعرف لا لكو لا طابور، وحياته كلها عايشها فابور. يا جزائر يا قلعة، يا جزائر يا خلعة، راكي بركتي عالقرعة، كبر مبطوش ارجع ليك، مبروك عليك مبروك عليك. لشان 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 وقرشان، ديما لشان 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 تلا فينال، قادو حطيهم البنان والمروك في المونديال، الدومي فينال دارو كاتريام إلى الهمام، وحدو قاع العالم وفرتكسونا انتوما. يا جزائر مبروك عليك، راه بطوش بطوش الغالي رجع لي. المليارات والدولارات مصروف عليك يا بن بطوش، البطوش عايش في الفشوش، وشن ريحة عايش بليكو. هادو زعما مطورين قافزين ودايرين الأغلى أغلى لاعب في الميركاتو هو بن بطوش. إلا حسبتي بن بطوش شحال كرا ديال الصوالدة، الا حسبتي بن بطوش شحال كلا ديال الصوالدة، واو 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 واو، ميزانية كبيرة كبيرة كبيرة. وديك المناورات وداك الشي في تندور وكيدورو، والبلانديات والكاميوات ميليتار ولي تجيب ولي بورت ميسيل، وخاسرين الملاير وكيقول لك حنا خاطينا هنايا، لافير ماشي تاعنا، لافير في تصفية الاستعمار في الأمم المتحدة. كيحسبونا صمون بوكمون لا ينطقون. نتوما ما عندكم حتى شي دخل، خاطيكم بوليتيك وما كدعموش بوليزاريو. والدوسي تاع بوليزاريو راه في الأمم المتحدة، وتصفية الاستعمار وانتوما نسيتوا الإعمار في بلادكم وفي تندوف، وتابعين تصفية الاستعمار، ديروا بعدا غير الإعمار عندكم، راه خلاو القيفر عندكم، راه عندكم داكشي كيخلع، وراه كيخلع، راه العالم كله كيشوفكم كيفاش راكم عايشين. قال لك حنا عنا اوني بوغيا مساله، هضروا مع الامم المتحده. تصفية الاستعمار راه حتى المرحوم حسن الثاني طيب الله تعالى، جو بونس 63، نتوما ديك الساعه ما كتعرفوا لا امم متحده، شكون كان كيمشي للامم المتحده، كان كيضارب عليكم
محمد الخامس الله يرحمه والحسن الثاني، شكون فيكم كان يمشي الامم المتحده؟ يلا قال لك خرب على الهواري مبدئيا، هو الاول من نطق باللغه العربيه في الامم المتحده، اش كتخربقوا؟ الامم المتحده راه المال بخربه هو اللي نزل عليه الانجيل ولا التوراه ولا الزبور، ها بخربه راه كان متسكي عايش في وجده، وجده ناظور، وديك الدعايات عليه انه مشى على رجليه مجامع زيتونه الازهر ها وطيح طياره بمقلع. خويا ما عرفتش انا هاد العقليه اللي عندكم دابا والله ما عرفت. والقايد صالح حاصر 400 دبابه واعتقل شارون وطلقوا، وبو خروبه زفت كوموندوس ودخلوا للقصر وشدوا ولاد المالي قالوا ليها جينا ورينا فين باباكم، وداو عند الحسن الثاني قال لها ولادك ها ودني منك مودي نزيفتنا عندك اخر مره دير شي حاجه، راه ما بغيناش نقتلوهم ونقتلوك، يلا دخل سوق راسك ومشاو من نيتهم. ها واش هاد الحالة هادي؟ واش هاد الحالة؟ اسكو فوزات فريمون دي زاتر هيومان؟ اسكو فريمون كتأمنوا كاع الخريفات؟ واللي يجي يكذب عليكم صافي كيديكم، اللي يجي يكذب عليكم يديكم، راه كيضحكوا عليكم، ولا غير كيضحكوا عليكم بالله، عندكم الملايير من الدولارات، الملايير من الأورو، عندكم ستوك ديال الدوفيز 60 مليار، دابا كتخسر غير البوليزاريو وعلى شراء الدماء وعلى لي سينا أوروبيان باش تشريو شي توصية. الجيري ها الجيري خصك تفيق بكري وتنوض تجري باش تلقى ما تشري، سمعتي؟ في الجيري فيق بكري ونوض تجري باش تلقى ما تشري، اه هذا راه واقع بكري سينو يفوتك الحال، ها نوض مع الفجر باش دير الاجر، ماشي باش دير الاجر لانك كتفيق قبل من الفجر باش تاخذ الحليب وتكري كي تكريتي كي والدوال وداكشي. ها Vous ne regardez pas votre visage sur un miroir. Allez voir votre visage sur un miroir. Le matin ou le soir. Hein? Dans la lumière et dans le noir. Il dit que le chan est le meilleur dans le monde. Le chan est le meilleur dans le monde. Nous avons fait pour un tournoi de la drbe. Un tournoi de la mer. Dans le remla. دازت عندنا وديناها دو فوا ودارينها تورنوا، حنا نبقاو نديرو الفو دارتيفيس، فو دارتيفيس نديروها في الشان خسروا عليها 60 مليون اورو، مالنا حنا مسطين ها؟ ما درناش فو دارتيفيس حتى في لاكوب دافريك، لاكوب دافريك ولا كوب دافريك ديال النساء اللي نظمناها عادية، ناس تاكل وتشرب تبرع مع راسها، البنات وصلوا فينا. واش اخويا نتوما خدامين على خدامين غير على البراني، ما تخدموش على الشعب ديالكم، الشعب ديالكم كتخليوه يحرق ويموت في البحر في البحوره، وعلمتوه يسب غير المروك، دربتوه على المروك 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 وحاضينا غير حنا دابا كتقولوا دابا غير كيجيب لي الضحك كيجيبوا لي زيكسبير ديالكم لي زاناليست وكتجيبوهم لي بلاطو ديال لي ميديا وكتقولوا ديما كترجعوا 63. انا ما بغيتش تفهم لي هاد القضيه 63 حرب الرمال وكتقولوا يلاه دمرنا الجراح ديالنا، باقيين رافدين لا ميم تاز ديال بوخروبه وديال بن بلة، ما حاولتوش تقلبوا على الحقيقه، ما فهمتش انا هاد القضيه. بورتو كاين لي مويان، اليوم كاين لي مويان باش تبحثوا على الحقيقه، واش فعلا المغاربه هجموا عليكم وقتلوكم وتعدوا عليكم، ولا نتوما اللي هجمتوا في حاسي البيضاء وقتلتوا 10 ديال القوات المساعده وحارس الحدود؟ هو سيروا قلبوا، ولكن ما كتبغيوش تقلبوا. لنفرض هاد لاتيز هادي ديال 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 ان المغاربه هجموا عليكم ودازت حرب الرمال، ليه ما دازتش حرب العراق؟ ما دازتش حرب سوريا؟ ما دازتش حرب مصر؟ ما دازتش حرب الاردن؟ ما دازتش حرب شحال من حروب دازوا العرب بيناتهم؟ ونرجعوا لاوروبا كاع، المانيا ردت اوروبا غبره، ولا غاستابو والعذاب ولا غيوتين والروينه الكحله لا تورتور، واش لي زوروبيان باقيين حاقدين على المانيا؟ كاع نخليو المانيا ولا كاع دوزيام كار مونديال اللي ماتوا فيها الملايين والاوروبا ولات غبره، شتي كيفاش داروا فرنسا؟ احتلوا فرنسا وضحكوا عليهم حتى بغاو يعذبوهم، شيش داروا اليهود؟ انا دابا اليهود ما متصاحبينش مع المانيا، برومي كوبان ديالهم برومي امي هي المانيا، خلي المانيا خلي كلشي ياك، نشوفوا لاشين مع الهند، الفيتنام مع الامريك، نشوفوا الامريك مع الجابون،
ناغازاكي وهيروشيما، باقي بيناتهم هاد الصداع والهجمه ديال بيل هاربور، ها طورابورا، باقي هاد الصداع بيناتهم. جزائر جزائر واقع. نمشيو مثلا، نمشيو لالجيري. علاش لالجيري سمحت لفرنسا اللي قتلها 15 مليون شهيد، 15 مليون شهيد اللي قتلاتهم هناك. ناصر قال مليون، بن بلال رجعها مليون ونص، طبون رجعها 5 مليون و600، عاود شويه لي زيكسبير بحثو قال لك لا راه 15 مليون اللي جينا نحسبو من نهار اللي جاو. 15 مليون فيها ماليين والنيجيريين والتشاديين والليبيين والمغاربه والموريتانيين، بهم بالذباب ديالهم. دابا واحد السؤال، ما هي مهمة الجزائر في شمال افريقيا؟ شكون يعطاها الحق باش تقول انا هي الدولة العظمى وانا هي القوة الطاربة؟ شكون عطاها الحق باش تكون زعيمة وتزعم على عباد الله؟ شكون كي دوني لا نوميناسيون، كي نومي لالجيري كوم ايتون لو ليدر دو لافريك ولا دي نور دو لافريك؟ شكون اللي نوماها؟ منين جات؟ شكون عطاها لها؟ شنو هما لي كريتير باش تكون قوة عظمى؟ باش عظمى زعما شاريه ستوك ديال السلاح، ها عندها ستوك ديال لا فيراي ديال روسيا، هادشي اللي باش كاين بالسلاح. حتى انا عندي 72 طوموبيله، واش غادي نقدر نسوقها كامله؟ نسوق غير وحده، اون سول فواتور، جي با با كوندوير 72 فواتور على فوا. وانتوما عندكم سلاح، بو بوفو با يوتيليزي تو لارمومون على فوا. ديروا تبغيو تقولوا نديروا الحرب مع المغرب، فو سافي كو لا كار نتوما اللي ضايعين فيها، حنا عندنا غير الطراب والبطاطا والبيطراب والبصله والجلبانه واللوبيا ايتو، تضربوا غير الارض، ما عندكم ما تضربوا، حنا عندكم نتوما الميصفات لي غافينغي دو بيترول، لي بوي دو بيترول، وعندنا دي ساتوليت الفوق، ونزيفطو لكم الصواريخ بار لازر، عندنا لا تكنولوجي دو كابي، راك عارف المغرب مع لا تكنولوجي لي مشاركها مع لي زيتازيني ومع اسرائيل. مش هذاك الوقت ديال رضا قديرة وسيرج بيرديبو اللي كانوا مانعين على المغرب، اللي كان يتوسطوا الامريكان وجيمي كارتر مانع على المغرب السلاح. اليوم الامريك معترفة، هاهي هادي معترفة بالصحراء المغربية، ها شتيها، هاهي معترفة بالصحراء المغربية، سمعتي؟ اش غنديرو؟ إلا كنتو تفكرو على مستقبلكم، غادي نضربو لكم غير الابارات، نشفوكم داكشي اللي متصركم، اللي تاخذوا منه العاقه واللي كتشريو به الناس وكتدعموا به البوليزاريو والارهابيين ديال العالم، غادي ديك البيبرون غادي نسدوه، فهمتي؟ لا شوف، القضيه ديال الشراكه مع اسرائيل ما كاينش تطبيع، ماشي تطبيع، هذاك تحالف في اطار السياده، ما فيه لا تطبيع لا والو، تحالف هو مباح ومتاح ومصرح في القانون الدولي، لا نبقاو نسطرو لنا دماغنا، فهمتي؟ راهما العداوة ديالهم قبل من إسرائيل، العداوة ديالهم كاع قبل من 1948، كاع قبل موعد بلفور، العثمانيين ما قدروش يدخلوا للمغرب، وتشبتوا بديك الفكرة ديال العداوة، ها؟ معاداة المغرب، لأن المغرب مملكة، وكيحكموها غير الملوك، ولي بيغات ديال عروج وبرباروس ما قدروش يدخلوا للمغرب، ما نجموش، والقوة. وهناك عقدة ان المغرب ديما كان هو كان محتل، ماشي محتل، مي كانوا مقدمين ليه البيعة الجزائريين، وواصل حتى ليه الفاطميين، راه مشيو هما عارفين التاريخ، حتى المصر المصريين كيعترفوا، السودانيين كيعترفوا، السنغال كيعترفوا، والجزائر كيقول لك لا حنا اللي كنا حنا. ها كيفاش هاد القضية؟ أشاك فوا تنقولو الشعب ديالكم المروك هجم علينا، المروك هجم علينا، المروك هجم علينا، هاد الشعب ديالكم ما عندوش دابا واحد لا بتيت فولونتي، الدماغ ياخد الدماغ ديال غير واحد شوية، لأن الدماغ ديال الجزائريين ملكية مشتركة، بروبخيتي كوليكتيف، خاضعة القانون الملكية المشتركة، والتيتر مار كاين عند لا دي ار اس وعند لا ام بي، عند الدولة، التيتر مار ديال لي سافوار الجيريان كاين عند لي يفهم في القانون العقاري، راه فهمني. Le cerveau algérien ne appartient pas à chaque Algérien. Il est partagé avec tous les Algériens. Il répond de la même façon, il parle de la même façon. Et le titre mère, il est
شي شنقريحه وشي نايزار وحمد الدين توفيق والرباعه ديال لا دي ار اس وانيتا و ايوا لا دي جي اس دي جي اس انا راه كلشي كلشي شادين دونك علاش ما تمشيوش تقلبوا على الحقيقه؟ علاش تمشيوش تقلبوا على الحقيقه وتطلقوا من المروك؟ بغيتو ديروا دوله دوله فيها 266000 كيلومتر كاري كبيره من لا كونت بريطان دو فوا لا سوري كبيره على شحال من دوله في اوروبا بليس كو لا موتي دي ماروك وبغيتو تعطيوها 200000 بوليزاريو 200000 حنا عندنا غير في درب سيدي مؤمن ولا في البرنوسي ولا في الولفه ولا في مولاي رشيد ولا في سباته غير في كازا 200000 سي ريان دي تو 200000 كيعلم كيعملوا الستاد ديال الماراكانا ديال مكسيكو سمعتي بغيتو تعطيوها لهم واش هما يقدروا يجيروا ارض واحد لاكوت فيها دي ميليت كيلومتر يجيروها 200000 الحمد لله اللي شتها المغرب لان بوليزاريو هي الجزائر والشعب الجزائري عارف ان الجزائر باغي البوليزاريو باغي الصحراء ليها الشعب الجزائري كامل من الرضيع الى اللي حاط رجل في القبر كلهم عارفين بلي البوليزاريو هو الجيري والجيري هي البوليزاريو وما باغينش يخرجوا من رونتهم ما باغينش سمعتي عارفين ان الصحراء فيها الاطلنطيك تيك تيك المانيفيك لو شيك فيه الحوت وفيه السياحه وفيه جبل تروبيك وعاد الارض وراه نقول لكم ديما لو كان الجزائر شدت الصحراء كون ردتها بغرير كون راه تقبتها كامله ما تبني ما تعلي تبقى تقب وتحفر تقب وتحفر تقب وتحفر تقب وتحفر علاش هما دايرين اللوغو ديالهم الشعار ديالهم التميمه هي هو الشكال حيت الشكال هذاك سميتو دو لو فوناك حيت لو فوناك كيحفر نهار كامل هو يحفر وخواف وكيهرب يلا فاقوا بالقلب كانوا يفتخروا به دابا ولاو دايرين محاربين الصحراء هذاك لو فوناك كيحفر حتى الجزائر غير كتحفر كون شدت الصحراء تجيب الشركه تحفر تقول لهم قلبوا لي غير البترول انا ما نبني ما نعلي شتو الصحراء ديال الجزائر بسكرا غردايا تمن راست ورغلا سيروا شوفوا كاع حاسي مسعود اللي فيه مصدر ديال العيشه ديال الجزائر الضو ما فيهش الضو ما فيهش تا عندو مع المغرب المغرب خلص الصحراء لقى فيها والو ما لقى فيها والو لقاها ديزاغ شو كيردها يوم ميم طون محافظ عليها 25 دوله مضاربه مع المغرب وما خداوش الشبير ما خداوهاش 25 دوله اي بلوس والفلوس والأسلحة تجي من مصر السامسيس من مصر العاقة كتجي من عند القذافي شو القذافي كي مات مات بحال جوردان بحال الطوبة مات في ليزيغو صفاو عليه شو بخربوه باش مات لوبيا بالسيدة بقات فيه 15 كيلو شو بوتفليقة باش مات مكوفر مات تقريبا عامين ولا ثلاثين هما مكوفرينو ودايرينو لاخر وكيخرجوه في كروسه هو راه ميت عمرينو غير سلوكه باش يدور راسو ويدور لاخر فيدل كاسترو مشى شكون وري لي انا هاد الناس اللي كانوا مساندين البوليزارو فينا هما وشنو داو من الصحراء حنا الصحراء راه قواتنا واخا كنخسرو عليها اللعاقه باش رديناها شمال والاسلحه وداكشي ولكن قواتنا عطاتنا قوه عطاتنا اراده وعطاتنا عطاتنا الاراده للحفاظ على الوحده الترابيه وعلى بناء الوطن بناء البلد علاش هاد الجزائريين ما يقدروش يبحثوا عن الحقيقه يبقاو تابعين الشنقريحه وتبون كل ما يطلع تبون يقول لهم انايا المروك لا ما نفتحش الاجواء لا ما نديش مالك عندك الجنه عندك كاين بوبال ان فري بوبال حنا ما نرضاوش نجيو عندك تماك وفراسك باللي الوقت اللي كانت محلوله لا فرونتيير و 88 النهار اللي مشيت انا للجزائر بالطوموبيل حيت انايا عندي نسابي وعندي خوتي في الجزائر وعندي نسابي جيت داخل الجزائر كي وصلت لزوج بغال
كيقول لها زوج روت ولا العقيد لطفي، كنسمينا العقيد لطفي. كيوصل تماك انا حسيت الطريق راه مبلعه مسدوده، سولت لاباف ديال المغرب قال لك لا راه محلوله. قلت له كومون صفيتي الغنم بوحدي هنا؟ قال لك راه حتى مغربي ما كيدخل للجزائر، الطريق محلوله، المغاربه ما كيدخلوش للجزائر. بينما من الجهه الاخرى لقيت 30000 دايره لاكو باش تدخل، كيباتوا بسيمانه في الحدود، حتى ل 15 يوم كيباتوا في الحدود باش يوصلهم النوبه يدخلوا لوجده. وكي كيدخلوا لوجده كيباتوا في الجرادي ويخراو في الجرادي ويبولوا في الجرادي ويطيبوا في الجرادي، وعمرين الكوميساريات معمرين، يباتوا في المقابر، يباتوا في الزناقي، كانوا مسخين وجده لي زونفيرو، مسخين وجده وتوريرت واعفير وبركان والسعيدية والناظور، كانوا مسخينها. وكانوا كيتلاقاو مع التوانسة تاهما صحاب، دايرين واحد الطريبيش هنا داير حمر، وكيبان لك تمشاو بحال الوقيدة، الوقيدة تبان لك جاية ديك العقل تاع الوقيدة اللي عندها الراس حمر، يبان لك غير الوقيد كيتسركل. والجزائريين تلقاهم في الحوانت مكان غير الشفرة، واحد يشري في الجين واحد يخون ويدير في الصاك. وجدا ما تقادت حتى تبلعت الحدود، حتى تسدت الحدود، يطيبوا برا كومبينغاز وياكلوا ويهربوا. وقال لك مدخلين معاهم الصوالده، بوتفليقه قال لك كتدخل 30000 من الجزائر والمغرب يدخلوا 200، وحنا واش كتعطينا هذا المروك؟ يعطينا غير القفطان والبلغة. ايوا بعد الحمد لله اللي اعترفتي بلي القفطان مغربي والبلغة مغربية. ها ايوا حتى الزطلة راه مغربية، وبزاف عليك الزطلة، عيطوا ما تزرعوا في الزطلة. الفيرمات ديال الكابرانات كلهم زطلة، ولكن ما صدقاش، حرتوكة قاطرة ما تصلح لوالو. ها هذاك الشيء علاش راكم مضبعين ديك الزطلة ديال الدياراس اللي كيعطيوكم. يقول لك كل أربعة يقول لك شدينا 140 قنطار داخلة من المروك، 140 قنطار باش تخلص 140 قنطار خصك 150 كونتينر ديال الفلوس، خلي خاصك. ولكن نتوما مضبعين دابا، اش غادي ندوي معاكم؟ خا ندوي معاكم تقولوا هذا راه عياش وكذا، كتقبلوش الحقيقة. سيروا قلبوا على لا فيغيتي، سيروا قلبوا على لاكور دي ليون اللي هو مديكلاري واللي هو كونفيدونسيال اللي تحت الطابلة، وسيروا قلبوا على بوخرب واش فعلا كانت عنده المشروعية والشرعية باش يكون رئيس دولة، وسيروا قلبوا فين مشاو المجاهدين الحقيقيين اللي كانوا في الجبل، اللي كانوا في الجبل وما قتلهمش وما قتلهم بوخربة. ها وسيروا قلبوا علاش قتلوا بوضياف، وعلاش قتلوا فلان وفلان وفلان، كلهم المعارضة صفها عليهم الداخل والخارج، صفها عليهم بوخربة. اللي مشى بدل لي موسطاش دارهم ارتيفيسيال وزاد في الشعر وكيدير ربعة المرات السيشوار. اول واحد دار عملية على وجهه هو بوخربة، حيت وجهه كان داير كيف الشمبانزي متشرد، ودوخهم بالمروك المروك المروك، ملك المغرب ملك المروك ملك المروك والمخزن، ودوخكم ودخلكم الشيوعية، وكذب عليكم بالثورة الصناعية والثورة الصناعية والثورة الثقافية، ومن الشعب إلى الشعب والأرض لمن يخدموها والمهام كذا والكذوبات والروينة، توليتوا كلكم كتطلبوا كترغبوا فيزا 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 فيزا. ها كلشي كطلب فيزا فيزا، ماكرون بستو ليه يدي، هولون بستو ليه يدي، جيسكار ديسان بستو ليه يدي، ميتيرون بستو ليه يدي، جاك شيراك بستو ليه يدي، ما كانش الرئيس تاع فرنسا اللي دخل ما بستو ليهش يدي. وكتعيروا المغاربة تقولوا بواسيل يدي، كتقول المغاربة عطاين، وانتوما كلكم تخنتو، كلكم لقيتو تقبا وحدة كتدخل حسن من المرأة، مشيتو لبواد بولون وكليشي ولا شابيل وبارباز خدامين لي زوندالوز. ها كلاب دي بان، يلا واش هادي الحقيقة ولا راني نكذب؟ سيرو قلبوا على لا فيريتي، سيرو قلبوا مزيان شكون اللي بدا الصداع وعلاش بدا الصداع، وسيرو قلبوا واش نتوما دولة إسلامية ولا شيوعية. إلا كنتو دولة إسلامية أنا نعطيكم الدليل باش بلي نتوما ماشي دولة إسلامية وما عندكم حتى علاقة بالإسلام، لأن نجا عندكم واحد الحزب سميتو لو فيس لو فرون إسلاميك. وحيدوا الالحاديين، حيدوه وداروا بلاصتو الجية لو جروب اسلاميك ارمي، وبداو كيقتلوا في البشر. ربع مليون جزائري اللي تقتلت وما كتهضروش عليها، كتهضروش على ربع مليون اللي يهضر عليها يدوزوه مركز عنتر يغتصبوه
يديروا ليه لاغوند كيقولها في المغرب التويزه كيما داروا لشنغريحه لا تيرماتيزاسيون كوليكتيف. تعرفوا لا تيرماتيزاسيون كوليكتيف هي اللي معقده شنغريحه، هي اللي يدخل كيقول بخر التبون اجبد المروك. قال لك انا لن اتخلى على الصحراء، تا الصحراء راه باغياك ما بغاتكش تخلى عليها باش تخلي ضربوك تعريك وتسريك تبيعك حوايجك، الصحراء باغاك تبقى تصرف عليها. سمعتي اغلى لاعب عندكم هو بن بطوش وكتجدوا ليه العقد. واش البلاد اللي كيحكم فيها واحد ما يشدش البوله وما عنده عقل وما قاري ما عنده مستوى ثقافي ما عنده ثقافة سيرية ما عندوش لسبخي دو جيرونس ما عنده والو فهمتي، ويعمل فيه يترماتيزو من طرف البوهالي يحكم فيه وعاد تبون. شوف اللي تبون اللي هو اصله من نواحي فيكيك تبونها تبونها تبون، انت راك مغربي راك مغربي وكتبغي دير هاد اللعبة وتبين راسك متطرف ضد المغرب باش تخبي الاصل ديالك. تبون ماروكا وباه ماروكا وجدو ماروكا تو الموند لي فام العيالات الرجال اللي كيعرفو القدم كاع زيطو لي واتساب كاع زيطو لي بروف انه مغربي. الناس ديال فيكي كاملين كيعرفو العائلة ديالو ها. عاودي واش مصداع ديال 63؟ راه الجزائر هي اللي اختلقت 63، واش من 63؟ راه المغرب ما كان على بالو والو، فراسك بهادوك اللي دخلو قتلو ذبحو دوك العشرة ديال سحور راس الحدود المخازنية راه كانو كياكلو ويشربو مع المغاربة ودخلوا عندهم على نيتهم السلام عليكم السلام عليكم وطلقوا الاخرين باش ذبحوهم. راه غدارين راه غدارين. انا دابا اي دوله نطبيع كاع دابا اوروبا دابا معادين، واش اوروبا معادين؟ اوروبا ياك دارت فيها الحرب العالميه الثانيه ترولت يوغوسلافيا البوسنه وكرواتيا دايرين شي صداع، الهيمالايا ديما نايضاصلا ما بين الهند وما بين الصين معادين، راه الجزائر بوحدهم اللي حاضرين غير المروك ويهضروا على الملك، الدول كاملين كيحترموا المغرب وكيبغيو المغرب، وهذه هي لا جالوزي ديالهم، ولاو كيوظفوا مصريين وسوريين وفلسطينيين باش يجيو يدوروا في المغرب ولا يخرجوا برا ويتصوروا مع اللبس ولا الماكله المغربيه وكيقولوها راه جزائريه، ولاو كيخطفوا بالعلالي الثقافه المغربيه والتراث المغربي، ما بقاوش كيخطفوهم ولاو كيديروا لي مارسونير دولار. تاش من خوا خوا هادي خوا خوا راه اختراع ديالهم هما، اش بخوا خوا اللي بغى يقولك خوا خوا يقولك الصحراء مغربية وماشي شغلنا فيكم الملك ديالكم دبر راسكم تبوسو ليه يدي ولا رجليه ماشي شغل، هما كيدخلولك في حياتك حياتك مدخلينك في حياتك علاش؟ لأن هما عندهم شي يد يبوسوها بعدا ما عدا ديال فرنسا يعذبهم يستعجل شتي كون المغرب يدخل يعطيهم واحد قتلة ديال العصا يوليو يحترموه كامونيين تتحكو عاد يعطي الريحة كامونيين. ولكن النهار هذاك النهار جيجي اللي كيحسبونا راه كيحسبونا هنايا فخوماج فوندي ولا كريم فريش دغيا كيدخلو قالك في ساعة يدخلو للمغرب على بالك المراركة راه كيعرفو لي زالجيريا لي زالجيريا وراه غير في الفايتين في الراوند فايتين في كيك بوكسين والفري فايت راه المغاربه سارخينكم الدقه الاولى كيمرمطوكم كاع لي بوكسر الجزائريين تبرمدو مع المغاربه كاع كلاو الشحط كاع التلوى وحدهم طاحوا دوده واحد ما ربحش مغربي. بغاو يديروا بحال المغرب بحال المغرب يتعاندوا مع المغرب ودخلوا للفايت بحال اللي داروا في العاب القوى تبعوا عويطه وتبعوا القروج ساعة دخلوا للفايت ديما مرسي لهم لي كوت ديما مدقدقينهم المغاربه فين ما يطلقوا مع شي مغربي يمرمطهم. المغاربه راه مقاتلين هذاك الفن القتالي المغاربه راه يمرمدوك فهمتيني. المغربي كي كيبان ليه جزائري في الروند كيتفكر المسيره الخضراء ويتفكر المسيره الكحله ويتفكر بن بطوش والوالي كيبقى يعطي البابا يعطي البابا وزيد البابا وكاع لي كومبا دير غير في يوتيوب دير مقابلة ولا قتالية جزائري مغربي وتفرج تبرد الغدا شوية ترى ما كاين لا فيتنا لا والو. راه الجزائريين ما باغيينش يخرجوا من القوقعة ديال النظام داكشي اللي لبسهم النظام
ما بغاوش يحاولوا يخرجوا منه. المغاربه ما كانوش يسمح لها المغرب، ما كينشرش العداوات في الجزائر، ما كيقريها في مدارس، ما كيديرها في ندوات، ما كيديرها في ملتقيات، ما كيديرها في مسرحيات، ما كيديرها في والو، ما كاينه في برنامج تعليمي، ما كاينه والو. المغرب ما كيبنيش الوجود ديالو على العداوه ضد الجزائر. الجزائر كتبغي تبني الوجود ديالها على عداوه، على جعل المغرب العدو. لان الا قالت ما كاين تعادو يتقاد لها البوفوار، البوفوار ديالها ولا ميم بريز لا ميم ميز سيغ لالجيري سي دو فيغ بوغ اوز الجيريان، يقول لهم العدو ديالكم هو المغربي. وداك العسكر اللي في الحدود اش مقرينهم؟ انا كيعاودوا ليا لي ميليتير صحابي ولا فامي، قال لهم عندكم يشدوكم الجيش المغربي، اللي شدوه راه غادي يتوزوه، ستادير تيرميتيزاسيون كولكتيف. اللي شدوه حتى ولا الجزائري في الحدود دوز حداه غير شي طوبا ولا شي حاجه كيخلق كيخسر عليها في الليل، كتما خش كيخسر عليها 40 قرطاس كيتخلع، يخاف يشدوه يديوه يترماتيزيوه. هادي راهي دعايات، راه شدو شحال من واحد في الحدود في وجده وداوه للسفاره الكونسيله الجزائريه، شادينو هكذا كيشدوه اون بلان بيبليك كيشوفو الوجاده وكيديوه للكونسيله. والله القسم عمرهم داو شي واحد السجن كيرجعوه ديك الساعه. اما الجزائر الا شدو شي مغربي ليه يطلعوه حتى لالجي، يضرب عام عامين 25 عام، يقول لك راه شديناه حدا المراديه وما شادينو في الحدود شي واحد تالف ولا شي حاجه. المغاربه واحد القانون اللي ما عارفينوش المغاربه، الا شدو مغربي سارق البهايم ديال الجزائر، ديال الجزائر بقرة ولا معزة ولا عتروس ولا نعجة ولا، والله القسم إلا كيحاكموه كيزرطوه بعام عامين 3 سنين، يقول ما عندكش الحق تخون البهايم ديال الجزائر. بينما إلا شدو جزائري سارق البهايم ديال المغرب كيكافئوه في الجزائر، هذا راه واقع، كيكافئوه كيقولو ليه برافو. أما المغاربة إلا شدو ديوانا والعسكر ديالنا الا شتو مغربي سارق الماشيه ديال الجزائري، والله قسم الا نعرفهم بيرسونال ما دخلوا للحبس، المغرب دخلهم للحبس. مش عارف المغرب كي داير. وعندنا قضيه اخرى اللي ما عرفيناهاش، المغاربه ممنوع عليهم يطلقوا الرصاص في الحدود، والجزائريين مصرح لهم يطلقوا الرصاص، دوز خشه يتيروا فيها وسول الناس ديال الحدود. مره كانوا كيديروا مانوفر، كانوا يديروا يفيريفيو لي سلاح، جاتهم تبركيكه شي واحدين باغي يديروا شي عمليه في الحدود ديال المخدرات، كوميساري اللي حدا باليما شارع محمد بن عبد الله او علال بن عبد الله يميا كوميساريه، وكيخرب في الاخر في الميطرايات وطارت ليه رصاصه اللي الكامل ما يقلبوا عليها، بحيث منعوا عليهم يتيريو المغاربه، كاين تعليمات باش ما يتيريوش. والجزائريين عندهم الفوفار المروكي دايرين لي بال اكسبلوزيف، فراسك الجزائري الا تيرى في مغربي وتشاتو كتفرقع عليه العظام ديالو، دايرين لي باب اللي ما كيدوزوش كيتفرقعوا وسط اللحم في الجزائريين، عدد كبير اللي فرقعوا ليه رجليه. هذا هو الواقع، فهمتي؟ وهما خالعينهم كيقولوا لهم الا شدوكم العسكر تاع المروك يدير لكم تيرماتيزاسيون كوليكتيف، كما يقولوا حنا التويزه، هي التويزه راه في الفلاحه راه ماشي شي حاجه عيب، التويزه كانت تعاونوا على ارض فلاحيه نحصدوها ولا نحرتوها، ولكن ولات الترماتيزاسيون لان وقعت الشنقريحه وبلاقى حاكم. واش دخلوا الامقاله؟ اش تك عندهم يا ولده؟ راه هو اللي بغى يدخل، هو اللي بغى يدخل. تصور واحد كتشدو 360 كيلو داخل المغرب، اش داخل يدير؟ يقول لك حنا لا شأن لنا بالصحراء، مشكل تاع الصحراء، وانت داخل بالعسكر ديالك والبطايون ديالك حتى الامقاله، اش داخل دير؟ اش داخل دير؟ انت دابا كتسلحهم وكتشري لهم السلاح وتعطيهم الدعم وكتدربهم وكتزيفطهم يدربوا عند حزب الله وعند الجهاد الاسلامي مخيمات لبنان، ها وتقول انا لا دخل لي، ها ودابا المصيبه جروا حتى تونس، ولاو كيتكونوا حتى في تونس دابا، ولاو كيدربوا في تونس وجابوا مدرسين من تونس، ها واليسبان خرجت في 75 كي خرجت لاسبان في 75 ما خلات والو في الصحراء، ما خلات حتى بيت مبنيه، ما خلات والو، النش المغرب هو اللي بناها.
هو اللي طلعها، فهمتيني؟ ها كنهضرو بيناتنا هادشي. شوف، لا حياء في الدين لما تكون تضع القرى خيره، فهمتي؟ حيت هما كيعايرونا، يقول لك القرعه وكذا، تخافوا علاش كدويو، حنا اش نخافو؟ الحريه اللي عندنا ما كايناش حتى في الميريكان. والله ما كاينه في ليزيطازيني. والله شنو الاتحاد الاوروبي خلعكم ولا؟ هذوك راه هذوك اليساريين ديال تماك اللي داخلين في فلو، داخلين في حزب الخضور وداك الشيء، خداو الفلوس وخرجوا واحد التوصيه حق حقوق الانسان، حقوق الصحفي، ما عندها حتى فائده، يخليوها تخمر تماك. شوف الاتحاد الاوروبي سي دي موضي اليوم، راه الامريكان واسرائيل ولا كروند بريطان، الاتحاد الاوروبي مابقاش عندها اهميه قدام. الاتحاد الاوروبي سيتي كرياسيون امريكان، ما عندها اوكين فالور. سمعتي كديروا واحد المسرحيه مع المغرب باش ياكلوا الفلوس ديال تبون، ارى ليا وغادي ندير وندير وندير. اش هذيك التوصيه شنو هي؟ راه الاتحاد الاوروبي كيديرنا غير ها الاتحاد الاوروبي ما قدرش يتخلى عن المغرب. شكون اللي كيصدر ليه الريستورون ديال اوروبا؟ شكون هو؟ المغرب. كلشي كيمشي من المغرب، الخضر والفواكه كلها من المغرب. سول الجاليه المغربيه اللي كاينه في اوروبا، كلشي كيمشي من المغرب. والجزائر كتصدر لهم الحراقه ولي ترافيستي ومخناتين، هو اللي كتزيق ليهم. واش المغرب كيعدم؟ واش المغرب كيعدم؟ الجزائر راه كيعدم. شنو الكاز كيخرجوه؟ الكاز خرجوه ما كيشوفش، خرجوه متقوب، خرجوه مخرج، خرجوه مريض، البروستات، السكر، كوليسترول، خرجوه ما خرجوه، خرجوه مور. رشيد نكاز علاش خرجوه؟ خافوه يموت، خافوه يموت. بيريمي، بيريمي في الحبس، وعدد كبير اللي بيريمي في الحبس في الجزائر، علاش ما يهضروش؟ كتعطي الرشوة. عمركم سمعتوا شي منظمة إنسانية ولا الاتحاد الأوروبي مشى شاف المحتجزين في تندوف؟ ما يمكنش. فلوس الجزائر ماشي هي في الرشاوي، علاش باقي اللور اللور؟ راه سبب هلاك الجزائريين والجزائر هي الصحراء المغربية. الصحراء المغربية داهم ولاها، قال لك مول المليح باعو راح، هما باقين حاضيين. الصحراء داوها قفل عليها المغرب، خلا هذاك نور الدين بوكروح قال لك المغرب دا لا بروا وحنا دينا الخيال ديالها. راه ما كذبش، حنا دينا الارض وما داو الخيال ديال الارض، وباقيين تابعيننا، باقيين يجريو ورا رانين، رانين اكاس د الشادو كيجريو كونتر لا لا اونبا خيالهم. انتي الاتحاد الاوروبي ولا هذاك. شوف ديما كنقول لكم واحد القضيه، المغرب عنده منظومه قويه، وعنده شراكات قويه، وعنده تحالفات قويه، والمغرب عنده ما ينتج وعنده ما يعطي، وعنده لا باس ديال المبادلات. هاك ورا المغرب كاينه، هاك ورا ما كاين حزار، المغرب عنده ما يبدل، ماشي عنده غير الغاز والبترول، وراه لقى البترول والغاز وكاع ما مسوق، فهمتي؟ راه المغرب، راه المغرب. لا شوف انا عندي الاتحاد الاوروبي كاين البرلمان الاوروبي، ولا ما على باليش بهم كاملين، كيعطيوناش الخبز. راه المغرب راه ما عاونو حتى واحد، راه فرض راسو، فرض راسو المغرب وحما الصحراء ديالو. راه كانوا دايرين ليه لومبارغو على الاسلحه، ما كانش يخليوه يشري اسلحه، واون بليس ما عندوش فلوس باش يشري اسلحه، كانت كتعاونو السعوديه سيري ميري باش ما يديروا، باش ما باش ما يحرمولهاش الحج، مواسم الحج، لان كون يعيقوا بها الايرانيين كتعطي المغرب ديك الساعه، يدخلوا يحرموا الحج، يرونوه اكسبري. وكانت كتعاونو الاردن حتى هي سيري ميري، والسعوديه كانت كتعطيه السلاح القديم ديالها، والمغرب كان بغي يشري السلاح. كان وقت جيمي كارتر، جيمي كارتر كان معقد من لاكار دي فيتنام، وكانوا ديك الساعه لي لي هيبي ولي سوسياليست كذا، ما كيخليوهاش يبيع السلاح، كيديش للمغرب. والمغرب والله العظيم الا كانوا كيدربوا بالشطابه العسكر ديال المغرب، الشطابه ما عندهمش السلاح، كيدربوا بالعصا ديال الشطابه. هما باقيين شادين الصحراء، لان كاين الرجال، راه ماشي السلاح اللي كيشد البلاد، الرجال. ها هو عندك السلاح وما عندكش الرجال، اش دير بيهم؟ اش دير بيهم؟ تاني زارجينا قلت ما تحسبهم ويخلعوا، اسمع الطز كلشي يعلق، كلشي يهرب، تضرب غير واحد بتمر ما يقال الوجه في 10 ديال الناس يهربوا، اسمع الصباق كلشي يهرب. كنعرفهمش انايا، راه هذيك اللعبه ديال فهمتي، عندهم الخدعة كيخدعوا بعضياتهم جنوية وكيضربوا واحد على غفلة، صافي هادشي اللي كاين عندهم. ها
اما تقول لي كان شي رجوله ويخرجوا فاصلة فاصلة ما كايناش غيان. وشنو بغاو مع المغاربه؟ مالهم من المغاربه؟ كيتسالوا شي حاجه عن المغرب؟ اشنو عطاو للمغرب؟ ياك الجزائري استقلت 62، وري لي شنو عطات للمغرب، وري لي شي نهار دارت الخير في المغرب. بوخروبه قراهم قال لهم حنا هما اللي حررنا المغرب، درنا بريسيون على الاستعمار، ولا فرونسي تخوفي اون ديفيكولتي، قالت ارا بور مو ديباراسي بور موكيبي انيكمون دالجيري جو دون لانديبوندونس او ماروك اي لا تينيزي. مطنطنين راه المغاربه جابو الاستقلال ديالهم على دراعهم، فهمتي؟ والمغاربه هما اللي جبدوا المقاومه في الجزائر. الجزائري كانوا باغيين يوليو فرنسيين، ما كاينشوف ديك الكذبه ديال اول رصاصه في جبل الاوراس، وكيربطوا الثوره الجزائريه بالشاويه. اول نوفمبر 1954 هذيك هي كذبه القرن، اول رصاصه واول مقاومه. بو عمامه جيت فيكيك سمعتيني، وتبعوها بني زناسن ولاد نهار والمهايا وحميان اللي كاينين في الحدود المغاربه، سمعتي؟ وبني وكيل وبني درار، هادو هما اللي نوضوا الصداع مع فرنسا، وحتى فرنسا ولات كتقصف المغرب، والمغرب هو اللي كون الجزائر. المغرب لعب 90% من تكوين دوله الجزائر، 90% المغرب هو اللي كون الجزائر. الحكومه الاولى تكونت في المغرب، الاذاعه الاولى في المغرب، القشره الاولى في المغرب، قسم المخابرات ديال الحافظ بوصوف في المغرب، كل شيء تكون في المغرب، القراية في المغرب، اللي سيروا الجزائر مغاربة، والشعب الأول اللي مشى مثقف ويقري في الجزائر ويشد المعامل ويشد المسؤوليات في الجزائر مشى من المغرب. المغرب ساهمت 90% من تكونين دولة الجزائر. لورغانيغرام الهيكل ديال دولة الجزائر تكون من المغرب، واللي يقول الكونتر يعطيني الدليل، من الرئيس حتى لتحت، لارمي من المغرب، المخابرات من المغرب. عبد الحفيظ بوصوفين كون اول قسم مخابرات وعلموه ووزعوا ليه، راه في وجده ما بين وجده والناظور. اول اذاعه فين كاينه؟ ما بين وجده والناظور. اول قشله فيلاج طوبه والمحله، اول مركز تدريب الفيرمه ديال بن الحاج، اول باطايون تكون الفيرمه ديال بن الحاج بركان. ولكن كاري الخير وجده، على سموهم لي كلوند وجده، وعلاش منوضين العداوات ضد المغرب؟ باش الجزائر يبقى ديما مخدر، ديما مضبع، ديما كيبان ليه المغرب عدو، لان لا المغرب ما بقاش عدو، غادي يكتشف الحقيقه، وما يبقى لا طبو لا سنقريحه لا نزار لا مدينه توفيق لا عماري لا كوجير لا بن علي بلعني لا والو، ما يبقى حتى واحد. هذا هو الحقيقه، ما كاين لا حرب الرمال ولا والو. المغرب استرجع الصحراء ديالو، خرج اسبانيا بالسياسه، مشى لمحكمه لاهاي. نهار اللي دخل محكمه لاهاي اشنو غادي يلقى؟ غادي يلقى الصبنيون واقفين مع الجزائر. تفاجأ، الصبنيون جايه في صف الجزائر، جايه في صف الصبنيون، وغتصور ها. وما القريصة المحكمة الله باش دير لي كيري بحكمه ان بارتي موريتانيا. المغرب راه ما قسمش مع موريتانيا، ما يقولكمش هذه الكذبه. سيروا رجعوا للبحث ديال المؤرخ ديالنا نور الدين بن حداد، وتصنتوا ليه نفس الهضره اللي كنقولها لكم، فهمتي؟ المغرب انا نعقل على انا تبعت لافير ديال المحكمه الله هاي حكمه ان بارتي على حساب لي تريبي ديال موريتاني تابع لموريتانيا، ولا موريتانيا كانت مغرب وان بارتي تبعت للمغرب، ماشي المغرب قسم. المغرب ما قسمش، هذه غير دعايات. الوقت اللي هدو مختار ولد الداده عيطوا ليه بالشعر وجبدوا ليه ودنيه، المجرم ديال القدافي والمجرم ديال بوخروبه، قالوا غادي نحرقوا بيك القصر، ديك نحرقوا لك نواكشوط، غادي نقتلوك، خصك تخرج من القضيه ديال الصحراء، وداروا ليه انقلاب. ياك بغاو يعطيوها للبوليزاريو دخلوا الجزائريين، دخلوا الجزائريين دخلوا، ولكن الحسن الثاني راه زاف لي بارا ديالو، غير لي باراشيت باراشيت تصدقوا تماك، شدوا الاقليم البق ما يزهق الى يومنا هذا. ياك موريتانيا تخلات، ومن بعد دار زياره تماك الحسن الثاني الله يرحمه، وقدموا ليه الشيوخ البيعه، ومشاو عنده حتى القصر، ورجعوا لي فيديو
شيوخ ورؤساء القبائل ديال المنطقه كلهم مشاو للقصر وقدموا البيعه. والبيعه عندنا هنا في المغرب والنظام الملكي ديالنا احسن من الامم المتحده واصدق من الامم المتحده. دابا وقلبوا فيها لي زوروبيان قالوا ان البيعه عندها المصداقيه قبل ما اما باش يجي يوشوا علينا يقولوا لنا راه الصحراء داخل الاتحاد الافريقي ومؤسس عضو مؤسس الصحراء الصحراء المنصب ديالها الكرسي ديالها في الاتحاد الافريقي شراته لها ليبيا والجزائر. نهار المؤتمر باش المغرب انسحب راه داك النهار تقدموا دي مرسيدس ديرني اكري ديرني اكري والمالا عامره فلوس كلهم قالوا بوليزاريو دخلي دخلوها الاتحاد الافريقي والمغرب انسحب. المغرب انسحب دخلوا بالفلوس والى يومنا هذا كيطعموا الاتحاد الافريقي باش ما يجريش على البوليزاريو الاتحاد الافريقي. كلشي كاين في المغرب خاصك تعرفوا هذه القضيه. انا راه ما كنتيق لا في لاكاف ولا في لافيفا ولا الاتحاد الافريقي ولا الامم المتحده ولا الاتحاد الاوروبي كنتيق في القوه المغربيه. المغرب يكون قوي ويدير التحالفات. التحالفات اللي دايرهم دابا راه تصور واحد القضيه اللي كيت المغاربه بعض المرات كينساو راه الاعتراف ديال امريكا راه ماشي شي حاجه صغيره. اتونسيون راه الاعتراف ديال امريكا راه ماشي شي حاجه صغيره راه سي جيون من امريكا الولايات المتحده. يعني الولايات المتحده كتعترف لك بالصحراء المغربيه كانوا كيقولوا غير تويتا وجاوتهم داك الوقت قلتلكم اودي the principe of a continuous state le principe de la continuité de l'état مبدا استمراريه الدوله. ما يمكنش يجي بايدن ويحيد لو دوكري ديال ترامب. ها هو راه مكتوبه هنا شتيها هي هذه شتيها اش مكتوبه هنايا proclamation on recognizing the sovereignty of the kingdom of morocco over the western sahara هي هذه والدوكري مكتوبه هو شتيه والله فاروق تسالات ونهار القرقارات لا فير سالات نهار القرقارات. القرقارات كانوا مره يطبوسقوا علينا يوقفوا لي كاميون يوقفوا لي ترونسبورتور والشعب المغربي كاعي وعلاش ما درناش في الاخر ومره يدخلوا للمحيط ويتصوروا بحوته من بعد المغرب شوطهم في القرقارات وبقاو غير الصندالات. لا فير سالات لا فير سالات. شنو هي الجزائر دابا اش كيوقع عليها؟ كتخسر فلوسها في الوالو كتبول في الرمله ولا في البحر. هادشي اللي كاين. الجزائر نو فاريان ريكولتي بهاد لو كونفلي مع المغرب. لو كان دخلت سوق راسها وخسرت فلوسها على وليداتها ودارت مشاريع لي جون وشدتهم في بلادهم ما يبقاوش يحرقوا ويموتوا في البحر وياكلهم الحوت وعائلات كتحرق يوميا البوطي كيتحرق يوميا ولا مارين كتعاونهم. لا مارين جيب 4 مليون جيب 3000 اورو 4000 اورو لا مارين تحطك في الميريا كيوكلوا معاهم لي اسبانيول. واللي حرق بدون اذن ديال لا مارين يقتلوه وسط الماء. اللي حرق وما يدوش بار لا مافيا ديال لا مارين الجيريان البحريه الجزائريه كيتقتل. لا مارين هي اللي كتحرك من بوحلو وبوصفر ميون ترك ميرشكون بلينصاف هي اللي كتحركهم. واللي بغى يحرق من داية راسو الا شافوه البحريه الجزائريه يشوطوه لان عندهم لا ليست ديال الناس اللي كيحرقوا من نون برينو الا ما كانش عندهم سوابق في الجزائر وما يكونش مبحوث عليه من طرف المخابرات او الشرطه هو اللي كيخليوه يحرق مراقبين الصغيره والكبيره. سمعتي مراقبين الصغيره والكبيره. لمصلحتك انت اللي كتقول لي راك تكذب لمصلحتك توعي الشعب ديالك توعي الشعب الجزائري باش يستغل النفط ديالو والغاز ديالو والخيرات ديالو ويعيش في كرامه في بلادو وما ينوض الصباح يدير لاكو على الحليب ويكون عنده كلشي موفر يدير ورك على لابليكاسيون تجيه الخضره للدار واللحم للدار والحليب للدار والغاز للدار. لان يعني دوله عندها فلوس وعندها الفلوس باش تعيش فرنسا وبريطانيا واوروبا وتعيش
نصف لافريك، ولكن الجزائر لا، الجزائر كتخسر فلوسها في معاداه جارها، وكتقول انا دوله مسلمه، مسلم يعادي المسلم. نهار اللي الدول العالم كامل اودي فيف لالجيري، الله يدوم لكم الجزائر ديالكم، ما نحن قلنا موغ لالجيري وفيف لالجيري وفيف لاكلو. انت دابا كتدخل كتقول لي بوسبير باش تخرجني من الموضوع، حتى سير حالتكم حاله، سير سير سير، وسير شوف رابحه، وسير شوف الشريفه، وسير شوف رشيده الزينه ورشيده الشهبه، سير شوف سان بيير وسان توجان وبوسو ساطرا، وسير شوف بوسعاده، وسير شوف فيلاج اللفت وسير ريد لاكديك وسيد الهواري، وسير دوك نشوهك دابا، روح تنعس، روح دوك نفضحك، روح روح دوك نوريك حتى الكلون ديال لي ترافيستي وداك الشيء صحاب تقبه وحده فين كيخدموا، روح تنعس، خلينا حنا انت منهم. انت عايش في المانيا ومبرع في المانيا، وباك كان في المروك وجاب الفلوس من المروك ودرتو افير في الجزائر، ودابا انت عايش في المانيا، كنتي في الحدود عايش في الزريبه ديال مسيردو، دابا دخل كتعير تقول المروك بوسبير. راه 80,000 جزائري صغير طفل كيتزاد يتزاد خارج الزواج الشرعي، خارج الزواج 80,000، و70,000 كيتزاد داخل الزواج الشرعي، و70 80,000 خارج الزواج. وهذه احصائيات وقالها حتى شمس الدين الشيخ ديالهم، وصرحت بها منظمات حقوق الانسان الجزائريه، وجاي يقول لك المغرب بوسبير، غينوض يقول لك بوسبير، الناس مكلخين دماغهم. والبوهالي راه مزوج بشنقريحه، روح تنعس روح. المهم هاد الناس هادو اللي كيدخلوا دابا كيشوشوا، هاد الذباب هادو، هاد الذباب راه ضد الشعب الجزائري، هادو هما اللي مبيعين العجل الجزائريين، كيقولوا من المروك هو العدو ديالكم، المروك هو اللي، المروك راه ما داير لهم والو، المروك ما دار حتى شي حاجه، وكل الجزائر حافظت على علاقه مزيانه مع المغرب، راه عندها واحد الباساج المحيط الاطلسي، دوز الحديد ديال غار جبيلات، الحديد ديال غار جبيلات والله لا خرجوا منه كيلو ديال الحديد، برسك 3000 كيلومتر، وكلها رمله، والفون دو صاب، واخا يديروا السكه ديما تلقاوها عامره بالرمله، سمعتي؟ والله لا خرجوا كيلو، شتي هذاك التشان ديالو السينما ديال غار جبيلات، قلت لك والله لا خرجوا كيلو ديال الحديد من غار جبيلات، ما يقدروش، ما يقدروش نهائيا يخرجوا منه شي حاجه. بصح لو كان تفاهموا مع المغرب كون راه يمشيو سيدي افني، كون راه يمشيو المحيط الاطلسي، والمغرب يعاونهم، المغاربه خدامين، ولكن هما لا، دايرين ذباب، خصهم الشعب الجزائري ما يعرفش الحقيقه، غمقوا عليه، ما خلاوش يبحث على الحقيقه ديال كادر ديال الامير عبد القادر ديالهم، اللي هو في الحقيقه ادريسي، اللي هو مغربي، اللي باع الجزائر وباع المغرب، وتعلقوا ليه ليغالو أوسيمة، ومشى يعيش كأمير، كأمير محمي في فرنسا، وبعد نقلوه إلى سوريا، وولادو الأحفاد ديالو راهم معززين مكرمين جنسية فرنسية، وكيتخلصو في المنحة على جدهم اللي باع المغرب وباع الجزائر فرنسا. ها حنا كنجيبو التاريخ، حنا مكندخلوش نسبو ونعايرو، فهمتو؟ كادير تعلقوا ليه لي غالون، ومشى باس اليد ديال نابوليون، راه كاين لي طابلو موجودين، هو والعيالات ديالو باش يطلب العفو، باش يديه من بعد يديه لسوريا. كادير الى ليفري سون شيفالي سون ايبي والسلاح ديالو لفرنسا، الكولونيل بيجو، وعلقوا ليهم ان ميموريوم، داروا ان ميموريوم، واحد التمثال فيه الشاب كادير والشاب بيجو، وكل عام كيحتفلوا به احفاد بيجو وأحفاد كادر، أحفاد الأمير عبد القادر، أحفاد الكولونيل بيجو، في إطار تفاهم والتوأمة ديال المسلمين الجزائريين والمسيحيين الفرنسيين وعقد السلام. كادر إلى غوندي أن كرون سيرفيس على فرانس، إلى ليفغي توت لارمي، تو لي كومباتون ماروكان كي فولي ليدي في لاباتاي ديسلي، لاباتاي ديسلي جا باش يعاون الأمير عبد القادر، الأمير عبد القادر راه دار ليه فخ، كي جا الآخرين كانوا موجودين المدافع، قتلو 19,000، كاين اللي يقول 1900، كاين اللي يقول 19,000 جندي مغربي اللي تقتل فيها، وتفرضت علينا المعاهده المدله ديال لاله مغنيه، فهمتي؟ لو فغي تخيتر اللي باع العرب هو الامير عبد القادر، ومن بعد لو بلو كرون تخيتر دو موند هو بوخروبه اللي قتل المقاومين الحقيقيين اللي كانوا في الجبل، وكذب عليهم بحقرونه، وطلعوا يعاونوه وتموبيليزاو هما وجميع الجزائريين، بعد صفى عليهم واحد بواحد.
واستولى على الحكم بعد انقلاب ديال 65 ديال بن بلة. هذا هو لو كرون تريت. المغرب الحسن الثاني عمرو خدع شي واحد، هذه دعايه مفبركه من طرف الجزائر. هذوك الخمسه المختطفين راه هذوك راه فرنسا داتهم تهيئهم باش يتسيروا البلاد، سلت منهم غير الايت حمد. هذوك هما كيعترفوا، رابح بطاط راه كيعاود، الطالب الابراهيمي كيعاود، بن بلة كيحكي عليها، ايت حمد الله يرحمه كيحكي عليها، كيقول لك ماشي الحسن الثاني. الحسن الثاني ما كانش عنده البوفوار على لافياسيون ماروكان، فرنسا هما اللي كانوا شادين لافياسيون، هما اللي عندهم الرادار، هما اللي عندهم ليكوت. المغرب ما كان عنده والو، ولي فرونسي هما اللي عرفونا وقتاش غادي نديروا الديبار بلا الحسن الثاني، وهما اللي داونا وداونا وشدونا، من بعد عطاونا البلاد نسيروها. وايت حمد ما بغاش يدخل معنا في التسيير، بن بلة دخل والربعه الاخرين دخلت، والمعارضين تبعهم بومدين قتلهم واحد بواحد، واخرهم بوضياف تقتل في الجزائر امام الملا، امام الملا. الحسن الثاني ناغيان اورغانيزي، هادي دي زيستوار فابريكي بار لالجيري بور ترومبي لو بوبل الجيريان، باش ديما يبقى يكره المغاربه. علاش لالجيري ما كديرش دي فيلم وما كديرش دي ليفر وما كديرش دي غيسي على مساعده المغرب للجزائريين، اللاجئين الجزائريين اللي كانوا في المغرب؟ اش كان يدير بوتفليقه؟ واش كان يدير بن صلاح؟ واش كان كيدير بن سهله؟ واش كان كيدير بن غبريط؟ واش كان يدير، اش كانوا كيديروا في المغرب؟ ها اللي كانوا عايشين في المغرب، عبد الحفيظ بوصوف والخيدار، اش كانوا كيديروا في المغرب؟ كانوا عايشين في المغرب. هذا هو المغرب اللي خدعكم، هذا هو الحسن الثاني اللي كانت السلعه اللي كان كيجيب. كاين شهادات من مقاومين جزائريين باقين في الحياه وكان يشدهم الجزائر قتلوهم، راهم عايشين برا. قال لك سيدي، قال لك سميتو، كان الحسن الثاني كان كيكوموندي دي سيترن، دي سيترن من اوروبا، كيجيبوهم لا بلغاري، كيدوزو لا بلغاري وكيعمروا بالاسلحه، وعلى اساس ان دوك لي سيترن يمشيو لو سي بي الشركه ديال الفوسفات، هما راهم عامرين بالاسلحه وكيجي. والحسن الثاني بيديه الله يرحمه هو اللي كيسلم الاسلحه للمقاومه الجزائريه، ودير لهم مركز التدريب في الفيرما ديال بن الحاج. الوثائق كاينه، الاوراق كاينين، والفيديوهات كاينين. دونك حنا كنشوفوا عندنا المهم ديالنا سبتهم ليليا، غادي نرجعوا سبتهم ليليا في اطار المفاوضات حول جبل طارق، لان اوروبا ما كتعايرش اسبانيا تقولها سيري رجعي، ما كنت دوله في اوروبا كتعين اسبانيا تقولها رجعي رجعي جبرالطار، بينما الدوله الوحيده اللي كتسبنا بسبتهم ليليا وفهمناهم شحال مره ان سبتهم ليليا ضريبه ديال غزو المغرب والمسلمين للاندلس، ضريبه حنا اللي خلصناها في حروب الاسترداد باش يعاونونا المسلمين ويديروا سبتهم ليليا سبتهم ليليا. وهذه غير الجزائر، القرودة ديال الجزائريين هما اللي كيقولوا الناس سبتهم ليليا سبتهم ليليا سبتهم ليليا، الرجاله ديال الجزائر وعارفين عارفين القارئ التاريخ ما كيدويوش، ولكن القرودة بحال هذا بحال هذا بحيت كنطرح كتقول بوفر ديبيل، بحيت كنصرعك كنصرعك بالتاريخ بالدليل، كنصرعك بالتاريخ، تدير فو كونت بسميتك وكنت راجل، ما ديرش فو كونت بسميتي وتهضر، دير تصويرتك وسميتك هكذا كنت راجل وبان بحالي، انت غير شماتة ما عندكش غرام ديال الرجوله، انت فيك لا سوري، عرفتي لا سوري هي اللي فيك، كنتي راجل تبان، اما انا راه كنبان ومعروف فين عايش وفين كنمشي وفين كنديبلاصا، عندي المصداقيه مليار في المئه. الحسن الثاني ان تريت لو بلي كرون تريت سي سي بوخروبه، بوخروبه كي فوندي لي زالجيريان، واخرهم اللي قتلوه فيهم هو بوضياف، قتلوه امام الملاء، امام في الملاء. علاش الجزائر ما ديرش وثائق حول الجزائريين الذين كانوا يعيشون في المغرب؟ بوكو لاجيغي نو في با دوكيمونتور سي دزالجيريان كي فيفي او ماروك؟ بوكو باغل با دو بوصوف؟ ها؟ وامير الامه ديالهم والروينه ديالهم؟ ها؟ راه شوف لان غاتيتود، لان غاتيتود، لان غاتيتود. سيدي سعيد سي لا ميزار، كدوي لي سيدي سعيد؟ سيدي سعيد انا اش نجي ندير في تلمسان؟ علاش نجي ندير في تلمسان؟ اش نجي ندير في سيدي سعيد؟ ما خرجتش من جهنم حتى ما عرفت كيفاش عاد نرجع انا سيدي سعيد لي زاشيلان 4 ايطاج 5 ايطاج لا لاسونسور لا ما لا عيشه لا والو لي زيغو لا ميزاغ نوار بيتو كوزينا سي كوا شنو كوا فاش راكم عايشين ما كتحشموش فو نافي با اونت فو نافي با دو كوا روجير وجهكم مسنطح ميكروبات
المهم تحية للمغاربة، وهذا غير واحد الباساج دزناه دابا، ودخلوا هذا الذباب هادو حيت كيتقهروا بالحقيقة. أول حاجة كتقول لي أبو سبير في الطلعة كنطلعوا على المدرس، أنت ياك من الجزائر ياك، من الجزائر ياك، كتجي طالع المدرس وتدور على السور البورديل اللي كانت فيه عيش طويلة، ها، وهاديك سيدي سعيد اللي فيه رابح، فيها رابحة وفيها الشريفة وفيها رشيدة، ها، القوادات لي بروكسينيت، ها، إوا هضر معايا. نكار الخير قال لك شنو نكار الخير؟ حنا نتخافاي جبنا فلوسنا من المغرب، كنا في الجزائر، شطاتنا الجزائر، الجزائر خونا 350,000 مغربي، 350,000 مغربي اللي دات ليه رزقو، دات ليه العقار ديالو، الفلوس ديالو، السيارات ديالو، كانوا كاع بخير وزفتهم ازيرو. نكار الخير هما الجزائريين، هما اللي كانوا عايشين في المغرب، هما نكاري الخير، ها، كانوا عايشين في المغرب ومشاو شدوا النظام تماك وداروا حرب على المغرب. ما حنا راه كنقريو غير التاريخ، كنفيقو غير المغاربه، صحاب خاوه خاوه ولا خاره خاره، بحال بحال، فهمتي. نكار الخير هما الجزائريين اللي كانوا عايشين في المغرب ودوروا البايونات ودوروا الكلاش دينا، ما حنا ما عندنا ما درنا، حنا كنا عايشين بدراعنا. ماني كانوا عاطيني في الجزائر فيلا، ها، جو سوي ان بوفر ديبيل واه باسكو جو تكخاز افيك لا فيغيتي، سي توا كي يا لاغاج، ما انا مقصر، انا مقصر بخير وعلى خير. قراقرو قراقرو هو 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 ينبحو العقل زيرو، قراقرو قراقرو هما ينبحو وحنا نربحو، قراقرو قراقرو هو 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 مروك 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 سبتهم ليليا، قراقرو قراقرو هو 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 العقل زيرو. بالمطوش عايش في الفشوش، الشنقريحة عايش بليكوش، بوليزاريو ما يديش الطابور، بوليزاريو عايش فابور، قراقيرو 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 هاو 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 قراقيرو. الصحراء ديناها قجامي ديناها، خلينا لكم بنبطوش ونعاونكم في ليكوش، قراقيرو 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 لا قزيرو، بوليزاريو عايش في النعيم، بوليزاريو عايش في الجنة، والقراقيرو غير اللئيم عايشين جهنم، قراقيرو هو 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 لحقا زيرو بغاو يطيرو. بنبطوش عايش في الحشوش، الفشوش الفشوش وش نقريحة لا نزارو ليكو، قراقيرو لحقا زيرو ما لقاو ما يديرو، بغاو يطيرو من المغرب يحسدو ويغيرو. كرغوليا العظمى كراغلا من بردا، كرغوليا العظمى كراغلا من بردا، يفيق صباح ينود يجري، ينود يجري باش يلقى ما يشري، يفيق في الصباح ينود يجري، ينود يجري باش يلقى ما يشري، الماء والجير الماء والقبص، حليب غبرات الطباشير يا لي شير، قراقيرو قراقيرو هو 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 العقل زيرو.
تبارك الله عليكم وتصبحون على خير. والمغرب في صحرائه والصحراء في مغربها، حنا بالصحراء ولينا قويين، والصحراء قواتنا وعطاتنا تحالفات قوية، وضعفت القارة كيرو العقل زيرو، ولاو يدورو بحال المسطين لاشان بغاو يردوها كوب دي موند. إل فا فاغ دان فوناك ان ليون آخر ما والسبع هو بغاو يديرو سي لالجيري انكرويابل. إل فا ترانسفورمي ان فوناك ان ليون، سي كوم كالكان كي فو ترانسفورمي ان نان ان شيفال دو كورس. تقولبتو تقولبتو تقولي بعد يعني بصح. نو زافون بخي لا تيغ اي اون فوزا ليسي، اون فوزا ليسي لا بوسيير. نو زافون بخي لا تيغ اي اون فوزا ليسي لا ميزير. نو زافون بخي لا تيغ اي اون فوزا ليسي اون كولير. نو زافون بخي لا تيغ اي فوز ات اون تران دو فيفر دون لا ليزيير لا بوسيير لا ميزير اون كولير. هذا هو الواقع. رفدنا الارض وخلينا لكم الغبره والعجاج، الغبره والعجاج والخوانه، توكلوهم وتشربوهم وغدا غادي ياكلوكم. اي لا غالير، ميرسي بوكو. حتى فين يلقاو البصره؟ ما يعرفوا البصره، هما ما يعرفوا حريره، ما يعرفوا والو، يعرفوا غير الشتم والسب والقذف. الشتم والسب وكلهم فيهم لا سوغي، يهضروا غير بالفساد وبوسبير كلهم. كلهم تاكلهم، كلهم ابار كالكو شرفاء، عاد يشوفوك يبقاو عليك بوسبير 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 بوسبير. هذاك بوسبير اللي فيه لا سوري دخلهم هاد القضيه البوسبير، فيك الدوده، انت فيك الدوده ولا سوري، سمعتي؟ حيت كتهضروا بوسبير وتهضروا بالدعاره وتهضروا ب ما كانش شي دوله للشعب ديالها يهضر غير ب راه يا الكوانب يا الطق يا الطق باللمو يا الطق باللمو يا القليطي يا القليطي. راه في اوروبا راه البنات في لي فيترين، راه البنات في لي فيترين 100 اورو 200 اورو 40 اورو، وانتوما فاضحين هذا المغرب بوسبير بوسبير بوسبير. ابارك اصاحبي الصور ديالكم البرديل ديال الصور ديال انت فين عايش في تلمسان، انت عايش في تلمسان والصور راه كان فيه البوردين، راه باقي البوردين يومين هذا البوردين، ما تقدرش تدخل انت، يدخلوا ليه غير الميليتير. ولكن فيكم لا سوري اخويا، اش غندير لكم فيكم لا سوري، لان تهضروا غير بالدعارة صاحبي، ما عندكم شي موضوع اخر تهضروا عليه. بوسبير 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 بوس انكرويابل، وي راه انكرويابل. سي فريمون سي ستيريوتيب، هادشي لا ستيريوتيب هادي. واش انت فيك لا سوري وراك تحسب كاع الناس بحالك؟ وعلاش دابا ولات عندكم هاد الظاهره كلشي ولاو خدامين بحفره واحده كاع ولاو عيالات؟ ها بوركوا؟ مشيو باكستان يديرو تخناتيت، مشيو تركيا يديرو تخناتيت، وقال لك حنا تقبه واحده تعيش حسن من اللي عندها زوج، كيقولوها ديريكت هما. ها يلا انت دخلت عيال المغاربه بوسبير، وانت يا دغيا السروال دايرو بلا صمطه باش دغيا يهبط. مكان غير طاطي نهار كامل انت مطاطي وجاي تعير المغاربه. ها شوف حالتك انت، كنجيو نقلبوك القنايض عندك عش ديال الدود الميكروبات، باسكو المالادي هادي سيتي المالادي. تقار انت قار، سير قلب لك على سير قلب لك فين فين تلاها نسى عليك. المغاربه المغاربه تبعتهم حياتهم كامله، بغيتو تاخذ لهم ارضهم صحه، طردتو المغاربه، درتو عملية اطلس اسني، وديما المراركة هما اللي معدين عليكم، هما اللي خايبين، هما كذا، هما اللي عندهم الطعارة، هما نتوما عندكم والو، عندكم الجنة. ها اش عندكم نتوما؟ حياتكم راها الناس العالم كله كيضحك عليكم. المهم تبارك الله عليكم، سمحوا لي الا كانت شي كلمة ماشي هي هذيك، هاد الناس هادو ديال هاد المستوى ديال النقاش. تبارك الله عليكم، لان الاحترام بزاف كنحترمكم نتوما، ولكن الناس اللي كيدخلوا تحية البوصوف بنصوف بنصوف الناس وجدا هما اللي عارفينهم. يا ودي راه اش غنقول لكم، راه كل ما ندخل ندير شي لايف
يبقاو عليا غير بوسبير بوسبير، ما عارفينش كاع بوسبير هما، هنا ما نفهمو كاع بوسبير راه تسد في سيكون دو، راه في 52 والله اخر اخر بوسبير 56 تسد، وكانوا فيه جزائريات. حنا ما كنهضروش على الدعاره كاع، كنهضرو على البوليتيك انترناسيونال والتحالفات والاقتصاد والتاريخ، وهما نهار كامل غير تدخل يشوفو مغربي الزطلة الحسن الثاني الزعيطر النايطر مالكم محمد السادس مالكم، وانا جينا لك بخروبة بخروبة انا مات بالسيدة كان لوبيا اش نقريحة مزوج به البوهالي، واش غادي نقول لك انا بزاف ديال الامور اصاحبي راه بزاف شوية. ايوا هذا حسب ما يشاع. تبارك الله عليكم، الى اللقاء. بارطاجيو باش يعرفوا هاد الوجوه مع من حنا ساكنين في الحدود. تبارك الله عليكم.